دايما بيظلموا الناس في مصر بكلمة المصريين ما بيحترموش القانون. هو القانون ولا المصريين نفسهم؟ تعال نسأل بعض الناس اللي شغلتهم أصلا في أمريكا السواقة، هو يا ترى احنا بنحترم القانون عشان احنا بنحترم نفسنا وبنحترم القانون، ولا احنا بنحترم القانون عشان احنا خايفين؟ القانون المرور في أمريكا بنحترم عشان احنا ناس محترمة وبنحترم نفسنا، ولا عشان خاطر مجبرين احنا نحترمه؟ لا، احنا بنحترم عشان احنا ناس محترمة وبنحترم القانون، ان القانون ماشي على الكل هنا، فيعني فماشي علينا احنا كمان بالتالي، فده شيء بيساعد الناس على انها تمشي بانتظام وتمشي باحترام، وكلنا بنحترم القانون زي ما القانون انه بيحترمنا. الناس بتحترم القانون عشان قانون، لانهم متعودوا من مدارسهم من صغرهم، ودي مشكله بقى اللي هي المشكله بتاعت مصر، التعليم من الصغر، فالناس متعلمه من صغرها تحترم القانون. لا، عشان لازم تحترمه، لانك ما بتخافش منه، انت لو هتحترمه لازم، لانك انت ما احترمتوش هتدفع تيكتات كتيره. بلدنا يطبق نفس القانون اللي هنا، كل واحد هيحترم نفسه. والله مرور صعب، يعني مش هينو، يعني الكابس هنا is not easy، لأنه لو ما فيش قانون ما فيش يعني نظام. لا، ده مش بمزاجنا، غصب عننا. قانون غصب عننا. ليه؟ قانون ظلم كله، والعساكر ظلم، كلهم ظلم معانا، يدونا تيكتات ملاش لازمة. والله هو الظلم اصلا بيحصل في كل الدنيا، بتحصل فيه تجاوزات، بس لما بيحصل فيه تجاوزات بناخد حقنا في المحكمه، لان المحكمه هنا في الاول وفي الاخر بتدي كل واحد حقه. القانون في مصر قوي برضك، بس المهم التنفيذ. جت قوانين رادعه ان لازم ترضع للسواق هناك. انا كنت في مصر من 5 سنين، ما عندهمش مرايات من الجناب في العربيات. في مصر ممكن يسحب رخصتك على الفاضي والمليان. انا كنت سواق تاكسي. انا بحترم المرور عشان انا بخاف من الحوادث، لان لازم اقف في الريد لايت، علشان لان اللي بيبقى جرين في الناحيه الثانيه بيعدي، فلازم اقف. دي نمره واحد. نمره اتنين، هنا التيكت انا بيقطم الرقبه، يعني انت عشان تاخد تيكت ان هو مش اقل من $500 والفوق. ده الميتر اللي العربيات بتقف عليه، عشان تقف عليه وتدفع ربع دولار، والمخالفه بتاعته 140 ربع دولار. يبقى هي القوانين هي الصارمه، القوانين الصارمه هي اللي بتحكمنا، واحنا شعب طبعا بنتعود على اي حاجه، كويس هنتعود عليه والوحش بنتعود عليه. من نيويورك، الكسندر صديق، نيويورك فيجن.